ما حال الحوراء زينب فلسان حالها نزلت الكوفة يا علي قشر علينا نطلب من الطيب وتردنا المدينة قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فال السلامة يا ضي العين قالها الحسن يا اخت السلامة للأبو منين ما تنظرين السيف شق غرة جبين ما ظنتي من طبرته حامل حميقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم مقزر أبونا حسبته يومين بعد يوم لونه تغير وانتحل ما تنظرين قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم الصيامه ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى قالها يا ثكل العيد لا تتذكر واحشرنا اللهم مع أمير المؤمنين والعن اللهم قتلة أمير المؤمنين ورحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.